السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا دلوقتي مجموعة من الأدوات توربوك، وهي مهمة جدا خصوصا لمهندسين الميكانيكا والكهرباء والبلومينج. هتلاقي مجموعة كبيرة جدا من التولز. الجميل ان هم كلهم مجانيين، والجميل ان هم من تصميم مهندس أسامة محمد. فهتلاقي تولز كتيرة جدا. طبعا هي التولز دي كل واحدة فيهم بتعمل خدمة او اداة او سيرفيس مش موجودة في الريفت، يعني دي اضافات للريفت. يعني حتى لو مثلا 3 دي بوكس، لا هو بيبقى فيها اختلافات. يعني بيديني مثلا امكانية ان انا اشوف انا علمت على جزء معين، هطلع ب 3 دي بوكس شوية لبره، فبيبدأ ان هو يديني امكانيات اقدر ان انا استفاد منها. عندك مثلا داكت سبورت، تقدر تحط داكت سبورت بطريقة اسرع، بطريقة اذكى. تقدر تلاقي فيه حاجات خاصة بالكوردينيشن تولز، تعمل زوم على جزء معين، تقدر تحصل على الاي دي من اي تيم موجود في لينك وهكذا. تقدر تعمل اكستراكت للداتا كلها، الملف الاكسل دايركت. هو انا عامل فيديو بشرح التولز كلها، تمام؟ ان سرعة ان انت تعمل كونكت بين حاجتين، هما ممكن مش على نفس الحاجة، فبدل ما تعمل الاينمنت لكذا حاجة في نفس الوقت، هو يقدر يعمل لك الاينمنت دوت. كونكت بين كذا وكذا، ما فيش هنا بايب فهو هيرفض، لا هو خلاها تعمل كونكت على طول. عمل توصيلات اوتوماتيك بشكل جميل جدا. بيعمل سبليت للجزء هنا بالشكل دوت، تمام؟ مش في نقطة واحدة، لا في مسافة زي ما انت شايف. يعني ممكن تقول له متر كده ومتر كده، فيبدأ ان هو يعملها لك بالشكل دوت. فما شاء الله فيها افكار كويسة جدا نتيجة التعامل المباشر مع المشاريع. تقدر تقول له قسمها لي اكتر من جزء. الفاير سايزنج هتدي له بقى الاعدادات عشان يبدأ يعمل لك سايز. زي ما انت شايف بدأ يعمل لنا السايز حسب عدد الاسمنترات اللي موجودة. اختار ده وده وده واقول له اعمل لي سبورتات واربطها لي بقى بالسقف اللي فوقيه. فممتاز. يعني مهندس زي ما لقى مشاكل بتواجه في الشغل، فعمل لها تولز وشركة معانا وشركة مجاني، فيعني لازم نوجه له تحية. وياريت لو اي حد عنده اي حاجة مشكلة او كده يبعت له ويقول له والله انا الحاجة دي عايز تعمل بشكل افضل. نتعاون ان احنا نحسن المنتج العربي، بحيث ان يعني يبقى في يعني اتمنى في يوم من الايام نلاقي برنامج كامل معمول في مصر وفي الدول العربية. فحاجة بتوفر علينا الوقت والجهد. هو هنا عمل فليب للفاميلي، بدأ يقلبها مرة واحدة بدل ما كان ياخد وقت. وهنا عمل لاين تو واير. بدأت تكمل لحد الفلور او السقف اللي فوقيه.
فانت بتسطب حاجة واحدة لكن فيها تولز كتيرة جدا، لازم تبقى عارفهم بقى، تبدأ تشوف ايه الادوات اللي انت ممكن تستخدمها فيهم. تقدر تعمل روتيت للسكوب بوكس زي ما انت عايز. دي الحاجات الخاصة بالثري دي بوكس. هنا عشان تعرف ال element count هو يبدأ بقى يرقمهم بدل ما ترقمهم انت واحد واحد. جميل. هنا كوبي فاليو تقدر تنسخ قيمة معينة من حاجة لحاجة تانية بالشكل دوت. هنا ممكن تصدر الاكسل وتستورد من الاكسل للريفت. فتولز جميل جدا، اتمنى ان احنا نسطبها، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو.